وفي كلمة له أكد سفير دولة الإمارات المهندس جمعة مبارك الجنيبي عمق العلاقة بين مصر والإمارات، معربا عن سعادته لمشاركة مصر حكومة وشعبا في يوم الإمارات الوطني. هذه علاقة أسسها المغفور له الشيخ زايد ومستمرة، والآن حقيقة يعني كل فخر بما يقوم به فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات على دائما التواصل والتعاون وتنسيق كل الأعمال بين الدولتين. وحقيقة اليوم تشرفنا بحضور يعني عدد كبير من أصحاب المعالي الوزراء ومن مؤسسات أيضا مختلفة العسكرية والكنيسة والأزهر ومجلس النواب وكل القيادات حقيقة والمفكرين والصحفيين، اندل على شيء فإنما يدل على حقيقة على قوة العلاقة بين البلدين الشقيقين. شكرا لكم، ونهنئ حقيقة قيادتنا الرشيدة في الإمارات والشعب الإماراتي وكل المقيمين على أرض الإمارات، وشكرا لمصر وشكرا للإمارات.